الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت غرينتش. بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم عبر شاشة النيل. أهلا بكم، والبداية بأهم العناوين. وزيرة الصحة تطمئن على الفرق الطبية المصابة بكورونا وتراجع إجراءات الفحوصات اللازمة لهم وبروتوكولات العلاج. فيروس كورونا يحصد أرواح أكثر من 357 ألف شخص حول العالم، ووتيرة الإصابات تتسارع في البرازيل. فرنسا تعلن اليوم إجراءات المرحلة الجديدة من تخفيف إجراءات العزل، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 2 يونيو. إلى تفاصيل الأنباء. تستكمل وزيرة الصحة والسكان اليوم تواصلها مع عدد من الصيادلة وأعضاء هيئة التمريض وباقي الفرق الطبية المصابة بفيروس كورونا تباعا للاطمئنان على حالتهم الصحية وتذليل أي تحديات قد تواجههم. كانت زايد قد تواصلت مع عدد من الأطباء المصابين بفيروس كورونا بمستشفيات العزل والحميات والصدر، واطمأنت على حالتهم الصحية وراجعت معهم الفحوصات اللازمة وتطبيق بروتوكولات العلاج. كما تفقدت مستشفيي منشية البكري وحميات العباسية لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى. هذا وبلغ عدد المستشفيات التي تم تفعيل الخدمة الطبية بها بمصابي فيروس كورونا 320 مستشفى مركزي وعام في جميع أنحاء الجمهورية. سجلت وزارة الصحة 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة، بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في مصر إلى 19666 حالة، في حين يرتفع إجمالي الوفيات إلى 816 حالة. وبلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية 5798، خرج منها 5205 حالات من مستشفيات العزل والعلاج. تسير اليوم شركة مصر للطيران رحلة طيران استثنائية من العاصمة الإماراتية أبوظبي إلى مدينة مرسى علم، وذلك للمصريين المسجلين بقوائم العالقين. وأفادت السفارة المصرية بأن الرحلة من المقرر أن تنطلق من أبوظبي إلى مطار مرسى علم، وأن الحجز سيكون متاحا على هذه الرحلة من خلال مركز اتصالات مصر للطيران، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه سيتم تطبيق الحجر الصحي الإلزامي لجميع المواطنين المسافرين للقاهرة لفترة 7 أيام فقط على نفقة المواطن. قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن إقامة شعائر صلاة الجمعة القادمة ستكون بمسجد السيدة نفيسة بحضور عدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف، وبمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي.
وأضاف وزير الأوقاف أن إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة ستقتصر على المسجد الذي تنقل منه شعائر الصلاة مع استمرار تعليق الجمع والجماعات لحين الانتهاء من دراسة مقترح الرفع التدريجي لتعليق العمل بدور العبادة. أكدت الهيئة الوطنية للأعلام برئاسة حسين زين أنه لن يتم السماح اعتبارا من يوم السبت المقبل بدخول أي من العاملين أو الضيوف إلى المبنى إلا بارتداء الكمامة مع قياس درجة الحرارة، لافتة إلى تركيب بوابات تعقيم عند مداخل المبنى حرصا على العاملين. وأفادت الهيئة أن أعمال التعقيم والتطوير تتواصل بمختلف المباني والمنشآت التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، كما تستمر متابعة تزويد مداخل ومخارج مبنى الإذاعة والتلفزيون والطرقات بالمعقمات والمطهرات. وقال إن أي حالات إصابة تظهر يتم التعامل معها فورا طبقا للبروتوكولات الخاصة بوزارة الصحة. ولفتت الهيئة إلى أن الحالات المكتشفة نتجت عن مخالطات خارجية. قال رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية بوزارة الزراعة الدكتور أنور عيسى أنه تم إزالة 678 فدان بواقع 10459 حالة تعدي على أراضي زراعية منذ 25 من مارس حتى الآن، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإحالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية إلى النيابة العسكرية. وأضاف عيسى أنه يتم تلقي بلاغات التعديات على الأراضي الزراعية عن طريق الخط الساخن 19561. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا رمضان المطعاني من الإدارة المركزية لوزارة الزراعة. رمضان، أرحب بك، وكيف تتابع جهود وزارة الزراعة في مواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة بها؟ نعم، مع القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء والخاصة بتشديد العقوبات على التعديات الخاصة على الأراضي الزراعية، كنا هنا متواجدون لمتابعة كافة التقارير التي تصدر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، خاصة خلال فترة العيد فطر المبارك التي يستغلها البعض من ضعاف النفوس للتعدي على الأراضي الزراعية، ولكن كانت هناك بالمرصاد أيادي الدولة في كل من المحافظات لإزالة العديد من التعديات على الأراضي الزراعية وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على الأراضي الزراعية وتبديد هذه الرقعة الغالية من أراضي مصر. دعينا نقترب من الصورة أكثر مع رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي الأستاذ الدكتور أنور عيسى. برحب بك دكتور. أهلا، مرحبا يا فندم بكم. يمكن خلال أجازات عيد الأعياد عامة يعني كان هناك من ضعاف النفوس من تسول له نفسه الاعتداء على الأراضي الزراعية. التقارير التي وردت إليكم من خلال متابعتكم، كم عدد الإزالات التي تمت خلال أيام عيد الفطر؟ أولا يا فندم مرحب بكم في الإدارة المركزية لحماية الأراضي ومن غرفة العمليات. هنا غرفة المعاملات المشكلة بناء على تعليمات معالي وزير الزراعة السيد القصير ومعالي وزير الزراعة والصلاح الأراضي. غرفة العمليات مشكلة، غرفة العمل الرئيسية موجودة في ديوان عام الوزارة، غرفة العمليات المشكلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، ومنها غرف منبثقة منها في على جميع 28 مديرية زراعة، غرف عمليات وغرف عمليات موجودة في المراكز لرصد ومتابعة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث أن الأراضي الزراعية هي عصب الاقتصاد المصري. التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر، التعدي على الأراضي الزراعية إرهاب، من نوع من أنواع الإرهاب، نوع من أنواع الفساد، لابد أن نقضي عليه. القرارات الصادرة الأخيرة، القرارات الرئيس نعتذر عن هذا العطل الفني، فقدنا الاتصال بالزميل رمضان المطعاني، أشكرك شكرا جزيلا رمضان. كشفت إحصائية حديثة عن أن عدد حالات فيروس كورونا في دول الخليج العربي الست قفز إلى الضعف خلال أقل من شهر ليتجاوز 200,000 حالة. يأتي هذا بينما اتخذت المملكة العربية السعودية والإمارات خطوات نحو استئناف النشاط الاقتصادي والحياة الطبيعية، فيما تناقش الحكومة الكويتية خططا لما بعد إنهاء العزل الكلي. ما زالت جائحة فيروس كورونا المستجد تضرب دول الخليج بقوة، وإن تراجعت وتيرة ارتفاع الإصابات، فيما تتجه العديد من الدول لاستئناف جزئي للحياة الطبيعية
بعد إغلاق طال جميع أوجه الحياة الاقتصادية. وكشفت إحصائية أن حالات الإصابة بالفيروس في دول الخليج الست قفزت إلى الضعف خلال أسبوعين، متجاوزة 200,000 حالة، بعدما سجلت 100,000 حالة في 12 من مايو الجاري. الإمارات أعلنت عن وصول عدد المصابين إلى نحو 32,000 إصابة، شفي منهم 16,371 حالة، فيما أعلنت الكويت وصول إجمالي المصابين إلى 23,267 حالة. أما المملكة العربية السعودية فقد استحوذت على أكبر عدد للإصابات في المنطقة، حيث ارتفع إجمالي عدد الحالات الإيجابية لديها إلى 78,451 حالة إيجابية، تعافى منهم نحو 51,000. وبالتوازي مع جهود السيطرة على الجائحة، أكدت دول المنطقة عزمها البدء في استئناف جزئي للحياة الطبيعية وفتح النشاط الاقتصادي. وكشفت السعودية عن خطط لرفع القيود على 3 مراحل تبلغ ذروتها بإنهاء حظر التجوال بالكامل اعتبارا من 21 من يونيو المقبل، باستثناء مدينة مكة المكرمة، وذلك على أن يتم استئناف العمل في القطاع العام تدريجيا في 31 من مايو. وفي الإمارات قررت الحكومة عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية على أن تبدأ بنسبة 30% كحد أدنى، وتتزايد تدريجيا بناء على المستجدات اعتبارا من 31 من مايو. ورفع دبي مركز التجارة والأعمال في الخليج القيود على الحركة وأعمال الشركات من 6 صباحا إلى 11 مساء، وسمحت بإعادة فتح دور السينما والصالات الرياضية وبعض أماكن الترفيه، غير أنها حافظت على نسبة حضور لقوة العمل لا تتجاوز 50%. ورغم أن العاصمة الإماراتية أبو ظبي ما زالت تطبق حظرا للتجوال من 8 مساء إلى 6 صباحا، لكنها سمحت أيضا بعودة المراكز التجارية والمطاعم إلى العمل بطاقة استيعابية محدودة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول الخليجية الأخرى التي فرضت قيودا صارمة ستحذو حذو الإمارات والسعودية، حيث أعلنت الحكومة الكويتية أنها في المرحلة 3 لانتشار المرض، ما يتطلب تبني إجراءات حظر جزئي، لكنها في الوقت نفسه ناقشت خطة الدولة لما بعد رفع الحظر الكلي. ارتفع عدد الوفيات حول العالم جراء فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 357,000 شخص من إجمالي عدد الإصابات التي تجاوزت 5,794,000 منذ ظهور الجائحة في الصين خلال شهر ديسمبر الماضي. وأظهرت أحدث الإحصاءات أن أكثر من 3/4 حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس في قارة أوروبا والولايات المتحدة، حيث سجلت أوروبا أكثر من 1,948,000 إصابة وأكثر من 170,000 وفاة. تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية حاجز 100,000، رغم انخفاض متوسط العدد اليومي لحالات الوفاة وعودة المتاجر للعمل وخروج الأمريكيين من العزل العام على مستوى البلاد. وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، توفي نحو 1,400 أمريكي يوميا في المتوسط خلال شهر مايو الجاري، انخفاضا من 2,000 وفاة يوميا في المتوسط أثناء ذروة التفشي في إبريل الماضي. وقد تراجعت تلك الحصيلة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة إلى أقل من 700. تخطت البرازيل عتبة 25,000 وفاة بفيروس كورونا المستجد بعد تسجيل 1,086 وفاة إضافية في الساعات 24 الماضية،
وفق ما أعلنت وزارة الصحة. ومن ناحية أخرى، بدأت المكسيك اتخاذ خطوات جادة لإنعاش اقتصادها المتهالك، بينما تواصل تسجيل مئات الوفيات جراء الفيروس، في حين تقوم أوروغواي بتخفيف إجراءات العزل تدريجيا وعودة الحياة لطبيعتها. وسط التفشي الواسع لجائحة كورونا في دول أمريكا اللاتينية، تكهنت بعض الدراسات العلمية بارتفاع الوفيات الناجمة عن الفيروس في عدة دول بالمنطقة خلال الشهرين القادمين. في البرازيل تخطت الحالات الناجمة عن الفيروس 25,000 حالة بعد أن أعلنت تسجيل 1,086 وفاة إضافية في الساعات 24 الماضية. وتشهد البرازيل، وهي الدولة الأكثر تضرراً من فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية، تسارعاً في وتيرة الإصابات الجديدة، وقد بلغت حصيلة الفيروس 25,598 حالة، والإصابات المؤكدة بالفيروس 411,821 إصابة. وفي الوقت الذي بدأت فيه المكسيك اتخاذ خطوات جادة لإنعاش اقتصادها المتهالك، تواصل تسجيل مئات الوفيات جراء الفيروس وسط ضعف الأمال في الوصول لنهاية للفيروس. رئيس المكسيك أكد أن الوباء سيؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف، في حين يؤكد مسؤول الصحة في المكسيك تسجيل 4,463 حالات إصابة جديدة، فضلاً عن 463 حالات وفاة. تم تسجيل أكثر من 78,000 إصابة مؤكدة بالفيروس في المكسيك، وكل يوم نرصد حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، وهي التي ظهر عليها الأعراض خلال 14 يوماً. وفي أوروغواي التي تسجل معدلات إصابة أقل مقارنة ببقية دول القارة، بدأ الوضع متبيناً، حيث ظهرت ملامح استعادة على المواطنين مع تخفيف إجراءات العزل تدريجياً وعودة الحياة إلى طبيعتها. تلك الدولة التي يقطن بها 3.5 مليون شخص سجلت 789 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المستجد و22 وفاة فقط، وشرعت في تخفيف الإجراءات الاقتصادية وعودة المدارس. الوضع تبدل تماما في مايو الجاري، عادت الحركة من جديد إلى الشوارع، وبدأ الناس بالظهور لشراء الكتب بعد فترة طويلة من العزل. تتابعوا الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وليس الأمر يتعلق بشراء الكتب، إنما رؤية الناس مرة أخرى شيء يجلب السعادة. أما في بيرو فقد بدت أن الأوضاع تتجه إلى الأسوأ بسبب الظروف القهرية التي تواجهها المستشفيات تحت وطأة الفيروس وانهيار النظام الصحي، بل وخروج الطواقم الطبية إلى الشوارع في بعض المناطق احتجاجا على النظام الصحي المتهاوي. في الوقت الحالي الوضع متردي، لا توجد أسرة في العناية المركزة بمختلف المستشفيات، المرضى يموتون كل يوم والسلطات لا تتجاوب معنا. وكانت بيرو قد سجلت 135,905 حالة إصابة بالفيروس و 3,983 حالة وفاة. يحذر برنامج الغذاء العالمي من احتمالية وقوع أزمة غذائية صعبة في أمريكا اللاتينية في ظل الظروف الراهنة من تردي الأوضاع الاقتصادية بدول المنطقة، خاصة بعد جائحة كورونا. من جانبها، تحاول حكومات دول المنطقة جاهدة توفير كميات وفيرة من المواد الغذائية للمتضررين بالدول التي تعاني من ارتفاع معدل الفقر وتدني الأوضاع المعيشية على وجه الخصوص. توقعات بأزمة غذائية فادحة قد تجتاح دول أمريكا اللاتينية القابعة تحت وطأة ظروف الحجر الصحي والعزل الاجتماعي والتردي الاقتصادي وتوقف عجلة الإنتاج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. برنامج الغذاء العالمي من جانبه يحذر من تفاقم الأوضاع المعيشية وازديادها سوءا في ظل الظروف الراهنة خلال عام 2020 عما كانت عليه في 2019 بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا. الوضع أصبح أكثر تعقيدا في العالم بأسره وليس بالمنطقة فحسب. الوضع هنا ما يمكن أن نطلق عليه حجر الجوع. وفي عموم المنطقة يدخل المواطنون في صراع مع الوقت خلال ساعات الحظر من أجل كسب قوت يومهم والحصول على الغذاء، خاصة في الدول التي تعاني من ارتفاع معدل الفقر تأثرا بالوضع الراهن. في الوقت نفسه
تسعى الحكومات في أمريكا اللاتينية إلى توفير أكبر كم ممكن من المعونات الغذائية وتقديمها للمتضررين في الدول المكتظة بالسكان والتي تقاسي ظروفا صعبة، خاصة بعد تسريح أعداد كبيرة من العمال. في هذه اللحظة أثناء فترة العزلة نحن نعاني بالفعل من أزمة حقيقية. الوضع الصحي في أمريكا اللاتينية هو الآخر من سيء لأسوأ، خاصة بعد تصدر البرازيل دول القارة من حيث أعداد المصابين والوفيات جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، ما ينذر بكارثة حقيقية في تلك الدول المحاصرة بين تردي الأوضاع الاقتصادية من ناحية وتدني الرعاية الطبية من الناحية الأخرى. تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 175 ألف شخص في أوروبا، مع ثلاثة أرباع هذا العدد في بريطانيا وإيطاليا وأسبانيا. وفي ألمانيا ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 179,717 حالة، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 8,411 حالة بعد تسجيل 62 حالة وفاة جديدة. وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الألمانية أنها وافقت على تمديد قيود التباعد الاجتماعي حتى 29 من يونيو المقبل لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد. تقدم الحكومة الفرنسية اليوم المرحلة الجديدة من تخفيف إجراءات العزل، والذي بدأ في 11 من مايو، والتي قد تشمل إمكانية إعادة فتح الحانات والمطاعم والحدائق العامة مع تحسن الوضع الصحي. وسيعلن رئيس الوزراء الفرنسي الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 يونيو، الموعد المحدد لبدء المرحلة الثانية من تخفيف تدابير الحجر الصحي. يأتي ذلك بالتزامن مع تحسن الظروف الصحية وانحسار متواصل في عدد المرضى في الحالات الخطيرة أو في الإنعاش في بلد أودى فيه فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 28,500 شخص. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس الأستاذة فابيولا بدوي، الصحفية والإعلامية. أستاذة فابيولا، أرحب بك، وما هو المنتظر من إجراءات جديدة تتخذها فرنسا وتعلن عنها لتناسب المرحلة الحالية من أزمة كورونا في البلاد؟ نحن اليوم ننتظر أن نرى خرائط صحية جديدة، بما يعني أن الأمر الآن هو في يد المجلس العلمي في الدولة، هو الذي يقرر مع الحكومة هذه الخرائط. هذه الخرائط كلها توضع أمامنا بالألوان الأخضر أو البرتقالي أو الأحمر. نعم. المناطق التي تعد خضراء، بما يعني أن هناك سيطرة كاملة على انتشار الفيروس بها وتعتبر منطقة صحية، هو تم بالفعل في المرحلة الأولى فتح كافة المدارس بها وعودة كافة الموظفين للعمل، مع الإبقاء على المطاعم والمقاهي وما شابه مغلقة. من المنتظر اليوم أن هذه المناطق إذا ما ظلت خضراء كما ذكر في السابق، فإنه في 2 يونيو كما ذكر الآن سوف يتم فتح المقاهي والحانات والمطاعم والسينمات، وسيعود الناس إلى حياتهم بشكل طبيعي. نأتي إلى المناطق التي كانت في المرحلة الأولى حمراء مثل باريس وضواحيها، وهو الأهم، نحن نتحدث عن العاصمة. نعم. اليوم سوف تطالعنا الخريطة هل انتقلت إلى اللون البرتقالي، بما يعني أنه سوف تتحدث فترة قادمة ربما لو وصلنا إلى اللون الأخضر سنعود إلى فتح المقاهي والمطاعم، لأن وحتى عودة المدارس، لأن باريس عاد بها في المرحلة الابتدائية 20% فقط من المدارس، وفي المرحلة الإعدادية 30% فقط، لأنها منطقة حمراء حتى هذه اللحظة. نعم. طيب أو حتى الأمس. نعم. اليوم ستعلن الخريطة الجديدة، نأمل أن يكون هناك تحسن. هذا يعني أننا سوف ننتظر إعلان آخر
من أجل العودة الكاملة للحياة. لكن أستاذة فابيولا هناك حديث منطقة حمراء فسننتظر، يعني لو ظلت حمراء سوف ننتظر كثيرا. يعني هناك حديث في بعض الدول الأوروبية عن فكرة فتح الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي، بعض هذه الدول وافقت على هذه الفكرة، يعني موقف فرنسا من هذا الاتجاه، خاصة هناك حديث عن عودة السياحة في بعض الدول سواء الداخلية أو الخارجية وفتح الحدود. فرنسا بشكل عام تركز على السياحة الداخلية، أعلنت أن كل الفرنسيين سوف يقضون عطلة الصيف شهري يوليو وأغسطس داخل الأراضي الفرنسية، ولكنها أيضا على الجانب الآخر على المستوى الاقتصادي تفضل فتح الحدود من أجل التبادل الاقتصادي. الحقيقة أن المجلس الأوروبي قد أعلن أن إغلاق الحدود لمدة طويلة بعد الحجر الصحي ليس له معنى. إذا أردنا الواقع اليوم، الواقع هو في يد المواطن. كلما التزم المواطن بالإجراءات التي تعلنها الدولة حافظ على نفسه وعلى كل من حوله، حافظ على بلاده، لأن هذا الإغلاق سيسبب في انهيار اقتصادي. سوف نسير إلى الأمام وسوف تفتح الحدود. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الإعلامية والكاتبة الصحفية فابيولا بدوي، كنت معنا عبر الهاتف من باريس. وبينما يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في ربوع العالم، تزداد مسألة التباعد الاجتماعي إلحاحا للحد من انتشار الفيروس. وفي آسيا أعلنت دول عدة نجاحها في مواجهة المرض وبداية انحساره نسبيا، لذا بدأت بعض البلدان تخفيف إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي، إلا أن كوريا الجنوبية أعادت تشديد إجراءاتها بعد ظهور بؤر إصابات يمكن أن تهدد نجاحها في احتواء الوباء. كوفيد-19 ربما لم يعد يسبب هلعا في بعض بلدان العالم، فيبدو أن الاعتياد بات سيد الموقف، وقد باتت الأرقام التي تحصى عالميا لا تلفت الانتباه مع اقترابها من تسجيل 6 ملايين إصابة وأكثر من 352 ألف وفاة، وكذلك اتجاه لعديد من البلدان إلى نظرية التعايش الآمن مع الفيروس. القارة الأسيوية كجزء من العالم لا تزال تئن من وجود الفيروس، فالصين منشأ الفيروس المستجد سجلت إصابتين جديدتين بكورونا مقابل حالة واحدة أمس لحالتين وافدتين من الخارج، بينما تمكنت من رصد 23 حالة جديدة حاملة للفيروس لم تظهر عليها أعراض، وهو ما رفع إجمالي المصابين إلى 82,995 شخصاً، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4,634 شخصا. أما كوريا الجنوبية فقد سجلت 79 إصابة، وهو أعلى عدد من الإصابات بالفيروس منذ نحو شهرين، فيما يحاول المسؤولون حصر البؤر الجديدة التي أثارت قلقا من احتمال حصول موجة ثانية من العدوى، لذا أعادت سول فرض بعض قيود التباعد الاجتماعي بعدما كانت قد خففت بعضا منها. الهند أعلنت ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 185 ألفا والوفيات تجاوزت 4,500 حالة، وكانت الحكومة الهندية قد قسمت البلاد إلى ألوان مختلفة منها الأحمر والبرتقالي والمناطق الخضراء حسب الوضع الوبائي، وقد تم السماح لوسائل النقل العام بالعمل في المناطق الخضراء حيث معدل الإصابة منخفض. أما الجارة الباكستانية فقد أعلنت تجاوز حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد حاجز 61,000 حالة، وفي خطوة جديدة على العالم فيما يبدو لجأت الحكومة إلى أجهزة المخابرات للمساعدة في مكافحة الفيروس الذي لا يزال ينتشر بوتيرة متسارعة في باكستان، فنشرت أجهزة المخابرات تكنولوجيا مراقبة سرية تستخدم عادة لتحديد مواقع المسلحين، ولكن هذه المرة لتعقب مرضى كوفيد-19 وللأشخاص المخالطين لهم، وقد دفع نقص الوعي والخوف لدى بعض الباكستانيين الذين يعانون من أعراض الإصابة بالفيروس إلى تجنب طلب العلاج بل والفرار من المستشفيات، فلم تجد الحكومة بدا إلا بتتبعهم أمنيا من خلال الهواتف المحمولة.
أعلنت روسيا اليوم وفاة 174 مصابا بفيروس كورونا في الساعات 24 الماضية، بينما سجلت 8371 حالة إصابة جديدة. في غضون ذلك اقترح رئيس بلدية موسكو استئناف بعض الخدمات في العاصمة الروسية بدءا من الأول من يونيو المقبل، مع الالتزام الكامل بالضوابط التي تحددها الحكومة لمنع تفشي الفيروس. بعد التراجع النسبي في أعداد المصابين بفيروس كورونا، أعلنت العاصمة الروسية موسكو عن مزيد من تخفيف إجراءات مواجهة الفيروس. رئيس بلدية موسكو أخبر الرئيس فلاديمير بوتين عبر الفيديو أنه سيتم في الأول من يونيو المقبل رفع سلسلة من التدابير التي فرضت منذ نهاية مارس. لقد قلت أعداد الحالات الجديدة بما يصل إلى 40%، وهذا يسمح لنا بمراجعة الإجراءات التي طبقناها بعد 12 من مايو. سنعيد فتح أماكن الصناعة وأعمال الإنشاءات وبعض الأعمال الأخرى وفق ضوابط محددة تسمح لنا ليس فقط بالحفاظ على الموقف الحالي ولكن تحسينه أيضا. كما أشار رئيس بلدية موسكو إلى أنه سيتم السماح للمواطنين بمغادرة منازلهم بعد فترة الحجر الطويلة التي قضوها في بيوتهم، ولكن مع الالتزام بالضوابط التي تضعها الحكومة. يمكن الخروج للشارع لكن في شكل مقيد لتفادي وجود عدد كبير من الأشخاص معا في الوقت نفسه، وسيجري تحديد ساعات النزهة المسموح بها لكل مجمع سكني في العاصمة على حدة، ويمكن للأعمال التي لا تستدعي تواصلا مباشرا طويلا أن تستأنف نشاطها. ومن جانبه أثنى الرئيس الروسي على عمل فريق العاصمة، وأكد رغم وجود بعض السلبيات إلا أن العمل اتسم بالتوازن والتدرج في اتخاذ خطوات التخفيف. وسجلت روسيا حتى الآن أكثر من 370 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينها ما يقرب من 4000 حالة وفاة. بانوراميا متواصلة وفيها، ولكن بعد الفصل الاقتصادي، فصل جديد من فصول التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية إقرار الصين قانون أمني مثير للجدل حول هونغ كونغ. وباء كورونا اختبار وتحدي ولسه ملوش دواء، ومهم اننا ننجح فيه مع بعض. كلنا محتاجين نرجع الشغل علشان نعرف نعيش. احنا عارفين ان مراكز التسوق من اكثر الاماكن نقل للعدوى، ويجب تعقيمها يوميا والتزام جميع المتواجدين بها من زوار وعاملين بارتداء الكمامات. إتاحة الكمامات ومضخات الكحول ومناديل ورقية وسلال المهملات وأحواض لغسل الأيدي، تشغيل جميع المداخل والمخارج منعا للتكدس، توقيع الكشف على الجميع باستخدام أجهزة قياس الحرارة عن بعد، المحافظة على مساحات تباعد كافية قدر الإمكان مع الآخرين، تخفيض نسبة الإشغال إلى النصف، تحديد عدد ركاب المصاعد بنصف حمولة المصعد، ووضع إرشادات لأماكن الوقوف بالمصعد، توفير غرفة لعزل الحالات المكتشفة لحين وصول سيارة الإسعاف. احمي نفسك، احمي بلدك. ونتحول معكم الآن لمتابعة أبرز الأنباء الاقتصادية في بانوراما نيل في انتظاركم ميرفت المليجي. إليك ميرفت. شكرا لك ليلى، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال في بانوراما نيل وأبرز ما نتابع فيها. وزير المالية يوجه بتعزيز مسار التدريب عن بعد وتعظيم القدرات الرقمية للتعامل الأمثل مع أزمة كورونا. أهلا بكم. وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية بتعزيز الاهتمام بتدريب العاملين وفق أحدث الخبرات الدولية، مع ضرورة تحويل محنة كورونا إلى منحة لتعزيز التنمية البشرية من خلال تعزيز مسار التدريب عن بعد باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية وتحقيقا لمقتضيات السلامة والصحة العامة
بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبما يسهم كذلك في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد لفت معيط إلى تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي لميكانة المنظومتين الضريبية والجمركية لتيسير الإجراءات وتحفيز مجتمع الأعمال على استمرار عجلة الإنتاج للاحتفاظ بالعمالة وتوفير السلع بالأسواق على النحو الذي يسهم في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن. أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك تقضي بإضافة رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلى سداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار في قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة تحت مظلة مبادرة توفير التمويل للقطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بعائد متناقص 8%. يأتي ذلك في ضوء الإجراءات التي يقوم بها للحد من تأثير تداعيات فيروس كورونا المستجد على الأنشطة الاقتصادية. قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق يواصل إجراء مناقشات بناءة مع لبنان بشأن تفاصيل خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي. وقد أضافت المتحدثة أن المناقشات تشمل مجالات عدة، من بينها ضوابط لتحركات رؤوس الأموال وإعادة هيكلة القطاع المالي وإصلاحات هيكلية لمعالجة الخسائر في الاقتصاد، وكذلك إيجاد الظروف المناسبة لنمو أعلى وأكثر شمولاً. يذكر أن لبنان قد بدأ هذا الشهر محادثات مع صندوق النقد الدولي أملا في الحصول على تمويلات في إطار حزمة إصلاحات لإعادة اقتصاده المنهك إلى المسار بعد أن تخلف عن سداد دين سيادي. أعلن الأردن اليوم أن معدل البطالة بالبلاد قد بلغ في الربع الأول من العام الحالي 19.3%، ليرتفع ل 19% مقارنة به في الربع السابق. وكان معدل البطالة للربع الأول في عام 2019 قد بلغ 19% بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية. توقع معهد إيفو الاقتصادي الألماني في أحدث تحديث له انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 6.6% هذا العام نتيجة لأزمة فيروس كورونا، قبل أن ينمو بنسبة 10.2% في عام 2021. من جانبها تتوقع شركات ألمانية انكماش الاقتصاد بنسبة 12.4% في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك في حال عودة العمليات إلى الوضع الاعتيادي في 9 أشهر بعد إجراءات عزل عام مشددة. يأتي هذا بينما تتأهب بعض الشركات للتعافي، حيث من المتوقع أن تستغرق العودة للوضع الطبيعي في قطاع الطيران على وجه الخصوص 16 شهرا. في فرنسا قال وزير المالية برونو لومير إنه يأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من التوصل لاتفاق بشأن حزمة تعاف اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو في الأسابيع المقبلة. وتهدف هذه الخطة إلى حماية نحو 450 مليون شخص في السوق الأوروبية الموحدة من الانقسام بفعل فارق النمو الاقتصادي ومستويات الثروة، مع خروج التكتل من أعمق كساد على الإطلاق والمتوقع هذا العام. وستشكل تلك الخطوة أو الخطة خطوة صوب الاستعانة بالدين المشترك كأداة كبرى للتمويل للمرة الأولى، وبما يمهد الطريق لصلاحيات أوسع للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالضرائب. نهاية وقفتنا الاقتصادية، وعودة للزميلة ليلى لاستكمال ما تبقى من البانوراما. إليك ليلى. شكرا لك ميرفت. رحب بكم من جديد. وافق البرلمان الصيني على فرض قانون الأمن القومي في هونغ كونغ يهدف للتصدي للميول الانفصالية بعد احتجاجات مناهضة للحكومة اجتاحت المدينة على مدى شهور العام الماضي. وتنص مسودة القانون والتي نشرت الأسبوع الماضي على السماح لأجهزة الأمن في الصين القارية بالعمل علنا في هونغ كونغ،
وأثار مشروع القانون إدانات من حكومات أجنبية والمستثمرين وحركة هونغ كونغ المؤيدة للديمقراطية، معتبرين أن الصين تلغي الحريات التي وعدت بها المدينة بموجب اتفاق إعادة المنطقة في عام 1997. شهدت أروقة الأمم المتحدة فصلاً جديداً من فصول المواجهة بين الولايات المتحدة والصين على خلفية ملف جزيرة هونغ كونغ، حيث عارضت بكين طلباً من واشنطن بانعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة فرض الصين تشريعاً جديداً للأمن القومي في الجزيرة. لم يعد هناك ما يدعو لتلقي هونغ كونغ معاملة خاصة بموجب القانون الأمريكي مثلما كانت وهي تحت الحكم البريطاني، شهادة أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمام الكونغرس في ضربة قوية محتملة لوضع الجزيرة كمركز مالي كبير. شهادة بومبيو تأتي بعد إعلان الصين عن خطة لفرض تشريع جديد للأمن القومي على الإقليم، الأمر الذي أثار اضطرابات جديدة في المدينة أطلقت معها شرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وألقت القبض على المئات. ورغم أن بومبيو لم يوصف في شهادته بإجراءات تالية، يعود الآن القرار لرئيس دونالد ترامب لإنهاء بعض أو كل الامتيازات الاقتصادية الأمريكية التي تتمتع بها هونغ كونغ في الوقت الحالي أو الإبقاء عليها. ووفقا لمصادر تبحث إدارة ترامب، تعليق الرسوم الجمركية التفضيلية لصادرات الجزيرة للولايات المتحدة في إطار الرد على خطط الصين، وقد يفرض ترامب عقوبات محددة لمسؤولين صينيين وكيانات حكومية وشركات صينية ضالعة في تطبيق التشريع الجديد. وتسعى بكين لفرض قانون الأمن القومي على الجزيرة لردع ما تصفه بالخيانة والتخريب والعصيان بعد مظاهرات حاشدة مؤيدة للديمقراطية شهدتها المدينة العام الماضي وتخللتها في كثير من الأحيان أعمال عنف. ونتحول معكم الآن لمتابعة أبرز الأنباء الرياضية مرة أخرى، ميرفت المليجي في انتظاركم. إليك. شكرا لك ليلى، وأهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى، ولكن هذه المرة مع أبرز الأخبار الرياضية ونتابع فيها. لايبزيج يفقد فرصة مشاركة بوروسيا دورتموند وصافة الدوري الألماني بالتعادل مع هيرتا برلين.